السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من هبوب رياح قوية وعاتية على عدد من ولايات الوطن وقد تتسبب في حوادث لا قدر الله. وأوضح ذات المصالح أن صلاحية النشرية ستستمر إلى غاية يوم غد السبت على ولاية ليمسان عيتموشنت وهران مستغانم أشلفتي بازا سيدي بلعباس معسكر غليزان سعيدة تيارة واتسام سيلة. ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح ما بين 60 و70 كيلومتر في الساعة وقد تتعدى 90 كيلومتر في الساعة في بعض الولايات، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين ومستعملي الطريق.